لا المحبة، اكيد طبعا، وبعدين بنتكلم عن الحب لا عامة اكيد طبعا. دلوقتي. طيب برج الميزان. التردد، برج الميزان حتى لو رجل عشان يرتبط عنده حتة التردد شوية، تمام. كويسة لا مش كويسة، انا غلطان لا مش غلطان، اعتذر لا مش هعتذر. فما تحسيش وانت في حياة برج الميزان انت واقفة على ارض ثابتة، تحسي وانتقادي. القرارات بتاعته مذبذبة شوية، ولكن هو فيه مميزات كتير قوي. يعني هو برج جذاب، اتراكتيف يعني جذاب بشكل كبير قوي برج الميزان، ده في ناس وبرج هتفرح قوي دبلوماسي بالصفات اللي انت بتقولها دلوقتي. برج الميزان تفرح انها تشمت حد يقول لي مستقبل برج الميزان. الميزان دبلوماسي كمان، من الحاجات الكويسة قوي فيه ان هو برج دبلوماسي قوي، تمام. ويعني لسانه فيه حلاوة في الكلام، لذلك تلاقي شعبيته كبيرة ومحبوب زي الجوزاء كده. بس هو وحتى أنثى الميزان أنثى ناعمة، أنثى صاحبة قوة ناعمة كبيرة قوي، لذلك تجديها مطلب لكثير من الشباب والرجال يعني. أنثى الميزان، بالظبط كده، هي الأنثى أنثى. بالظبط كده، ولكن بيختلفوا برضه. طيب ندخل على برج العقرب. العقرب أكتر صفة فيه سلبية في